عارفين فكرت هتكلم معاكم في ايه؟ هتكلم معاكم في الغربة. انت عارف ان انا بحسدك انت يا اللي ما سافرتش وما خرجتش بره بلدك؟ اه والله، لان انت بالنسبة لك لو ما سافرتش بعد عمرك طويل ده مش هتفرق معاك، لكن اللي اتغرب وخرج وعاش بره في اوروبا بيبقى صعب عليه ان هو ايه ينزل بقى على الارض بدل ما هو طاير في السماء. صباح الفل صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده 28/9/2023 طبعا 23. الساعه دلوقتي حوالي ايه يا عم انت بتبص في الساعه؟ اصلا الساعه 6:30 بالظبط. نزلت من البيت اخر النهار طبعا من 6 الصبح، نزلت من البيت عاوز اعمل اي حاجه وافرجكم على اي حاجه ونتبسط سوا. جبت قهوه اهي بس والله شربتها، ومعايا اللي هو مشروب الطاقه ده برضه وشربته اهو. قاعد بقى لي يجي مثلا ساعه تقريبا، فعارف القعده اصلها يعني تخليك انت مزاجك يبقى عنب وعناب. المهم قلت اتكلم معاكم بما اننا احنا اخوات واصحاب وبنقضي وقت حلو وجميل ومزاجنا رايق وانتوا مزاجكم عسل. المانيا زي اوكرانيا من وجهه نظري في البال الرايق، يعني انا كان في اوكرانيا والله كان بالي رايق، وهنا برضو بالي رايق. ايه اللي هيتعب اعصابي وايه اللي هيضايقني؟ بتعلم، وبعد ما اخلص تعليم ان شاء الله باذن الله هنشتغل النهارده او بكره، بس خلاص هانت انا قربت اخلص الكورس. ضمن الحاجات بقى اللي انا عاوز اتكلم معاكم فيها ايه؟ تحبوا نتكلم في ايه؟ في ناس صحيح قالت لي طول الفيديوهات شويه، وفي ناس قالت لي لو الفيديو يبقى قصير هيبقى اظرف، فشوفوا انتوا عاوزين ايه. ممكن يكون اللي هو بينصحني على ان الفيديو قصير من خارج القناه على فكره، يعني ملوش في السوشيال ميديا ولا ليه في اليوتيوب ولا كده، فبيقول لك خالد جرب تصغر الفيديوهات، فممكن يكون هو بيتكلم من وجهه نظره مش من وجهه نظر حضراتكم انتوا، فهمتوا؟ فانت قول لي في تعليق ان كنت عاوز الفيديوهات الكتيره والكبيره، ماشي انا مستعد اعمل لك فيديو كل يوم، وعندي فيديوهات على فكره يعني ممكن نقعد ننزل فيها كل يوم لمده 3 شهور قدام. اه والله العظيم، لاني هقول لك انا بعمل ايه. احيانا بيبقى عندي وقت فراغ كبير قوي، فبخرج خروجه، فبروح عامل مثلا فيديوهين واروح سايبهم في القناه، اجي انزل فيديو مثلا بعد 10 ايام والفيديو الثاني انساه. يعني ممكن انتوا مثلا يجي علينا الشتاء تقولي بنزل حاجات من الصيف، عادي، المهم ان احنا بندردش مع بعض، بيبقى ولكل حدث حديث ولا لكل وقت الحدث بتاعه، فهمت يا حبيبي؟ خليني اوريكم طب القعده اللي انا قاعد فيها يمكن يجي على بالنا ان احنا ندردش مع بعض في شيء ما ويكون شيء مهم. بصوا الحته اللي انا قاعد فيها، والله يا جماعه بيتي بالظبط دقيقتين من هذا الشارع، يعني امشي كده بالظبط دقيقتين مشي، انزل اخش يمين سلام عليكم، يعني عشان حلفت بالله ممكن 3 دقايق، ف قريب من البيت. بص الاعداد دي بتجيب بقى الحاجه اللي انت عاوزها، مشروبك القهوه، حاجه ساقعه بتاعتك، كنت عاوز اعمل شاي وبعدين بيني وبينك قلت ايه بلا شاي بلا بتاع، اجيب اي حاجه جاهزه وخلاص ونخلص. اهو ميزه البلد دي ان انت في كل حاجه في كل مكان متاح لك ان انت تشتري اي شيء. يعني عاوز قهوه ممكن اقوم اجيب قهوه من هذا الكافيه دوت، او ممكن اتمشى اجيب من اي كافيه من الكافيهات دي، ممكن من ورايا من هنا شايف في كافيهات قدام اهي، في كافيه اهو تاني اهو، انا قاعد تقريبا في وسط قهاوي انت واخد بالك، فمش هتفرق. المهم ان انت بتظبط نفسك، يعني مش معقوله انت مش محتاج ان انت تشرب قهوه فتروح شاري قهوه يعني عشان ايه اقول لك ايه، عشان ترسم بيها على الناس يعني مثلا، لا انت بتبقى محتاج ان انت تشرب قهوه، محتاج تشرب شاي، محتاج تشرب حاجه ساقعه، يعني وات ايفر مش هتفرق يعني. المهم نتكلم بقى في الموضوع بعد ما رغينا كل هذا الرغي. براحتك بقى انت عاوزه رغي مهم او كلام مهم شغال، مش عاوزه خلاص براحتك. بص المعلم ده بيعزم على الاله وشايلها ومتعذب وحالته حاله، وناس ماشيه وناس رايحه وناس جميله وكل واحد في حاله. اتكلمت يا جماعه عن العنصريه من قيمه حوالي يجي 10 ايام او اكتر والله. المهم موضوع العنصريه ده يا جماعه يعني اصله ملوش مقياس في هذا البلد. يعني ايه ملوش مقياس؟ يعني انا بدات ان انا اتكلم عن قصه العنصريه، خلاص؟ قصه العنصريه يا جماعه
ليها حاجات كتيرة قوي انت ممكن تحكي وتتكلم فيها. نرجع بقى للموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه، الغربة. خلينا نكمل موضوع الغربة، موضوع يمكن يهمك انت ياللي قاعد في بلدك، ويهمك انت يا مغترب، ويهم اي حد، ودينا بندردش مع بعض. فبعد ما بتفكر ان انت تنزل على الارض، بتلاقي ممكن عمرك راح، ربنا لا قدر الله ابتلاك بمرض وحش، ربنا مثلا عمل لك عجز في جسمك، مثلا عمل لك شيء ما في حياتك، فبص تلاقي نفسك انت ما تقدرش تعيش في بلدك. فاللي متغرب ده والله العظيم الله يعينه. عارف ليه الله يعينه؟ لانه خلاص اتعود على مستوى معين من المعيشة، فصعب ان هو يغير هذا المستوى. المستوى ده بقى بيبقى على حساب الصحة، بيبقى على حساب كل حاجة في حياتك، والعمر بيتسرق منك في دوامة الغربة. وللأسف كل الناس اللي هي بتبقى قرايبهم الناس متغربين، في بعض منهم مش هقول كلهم إلا من رحم ربي، بيبقوا فاهمين إن الأخ اللي هو متغرب دون ده، الراجل ده بيشتغل ليل ونهار، ما بياخدش أجازات. يمكن أنا اتكلمت على هذا الموضوع ساعة لما ناصر صديقي دخل المستشفى وكان بيعمل عملية ولوحته، وأنا اللي كنت معاه بترتيب ربك. المهم فما بيبقاش حاسب ان انت ممكن تتعب، لا هو حاطط في دماغه ان اليوم فيه 24 ساعة، انت بتشتغل 24 ساعة على مدار السنين كلها. انا بكلمها بجد والله، في بعض الناس عندهم هذا المفهوم، او بعض الناس بتبقى موجودة في بلد ما فيقول ايه، لو انا روحت البلد دي الساعة مثلا ب 20 اورو او ب 18 اورو فانا هشتغل 15 ساعة او 17 ساعة او 20 ساعة. هو بيقعد يخطط كده يعني في الشهر بكذا، ما بيحسبش ان هو ممكن يعيا، ان هو بيبقى محتاج ان هو يرتاح، ما بيحسبش كمان قوانين البلد اللي هو فيها. البلد اللي هو فيها دي ما بتسمحش بعمل اللي هو فحت ورد، اللي هو تشتغل طول الاسبوع وطول الليل والنهار، مفيش الكلام ده في البلاد المحترمة دي. البلاد المحترمة دي عدد ساعات العمل يا جماعة فيها ما بين 8 ساعات وال 12 ساعة، مفيش زيادة عن كده. الزيادة اللي بتبقى عن كده بتبقى نادرة، وبيبقى أوفر تايم أنت بتاخده في نهاية المرتب بتاعك أو نهاية الشهر. لكن اللي هو تشتغل مواعيد عملك مثلا شيفت مثلا 12 ساعة، فأنت بتشتغل 12 ساعة على مدار الشهر، لا الكلام ده أنت حاسبه غلط. الناس في أوروبا يا جماعة مش كده، الناس في قوانين عمل لازم بيحط لك عدد ساعات معينة في العمل تشتغلها، ما تزودش عنها، ما تزودش عنها بملاحظة. يعني ايه بملاحظة؟ يعني هما يلاحظوا ان انت فعلا استعباد او سخرة ليك، فهمت؟ فبيحطوا لك هذه القوانين عشان انت ترتاح وياخدوا منك عمل كويس، لان شغل ابو فحت وردم ده معلش ده شغل طلصاء او شغل عك، مش هياكل هنا، انت فاهم؟ فانت عشان تتغرب، او انت لو ما تغربتش يا بختك، لو عاوز تتغرب يا حبيبي حط في دماغك ان انت هتشتغل عدد ساعات معينة، وعشان تشتغل عدد الساعات المعينة دي لازم تتعلم لغة البلد، لانك لو مش متعلم لغة البلد مش هتشتغل شغل يليق بيك، مش هتشتغل شغل كويس، وهتلاقي نفسك بتدفع ضرائب والدولة بتطلبك بضرائب، وانت ماشي في الساقية زي ما بيقولوا، وعمال بتلف وبتدور ومفيش حاجة جاية منك، فهمت؟ فعشان ما تضيعش وقتك وتضيع حياتك في التفكير اللي هو ملوش لازمة، حاول بقى تركز وتلتمس لقريبك ده العذر. قريبك والله العظيم هتلاقيه تعبان جدا ويدوب عايش. ليه؟ لاني برضو قدام ساعات العمل اللي هي الغالية او الكتير فلوسها كتير، اقصد انت بتدفع ايجار غالي، بتدفع ضرائب على فكرة نص تقريبا مرتبك، ويمكن انا اتكلمت في الموضوع ده للدولة. بتلاقي نفسك عندك مرافق لازم تدفعها، المرافق دي كتيرة هنا في هذا البلد عشان تبقى فاهم. عندك مصاريف شخصية، المصاريف الشخصية دي أكل وشرب ولبس، لو أنت من الناس اللي هي بتحب الأكل هتلاقي نفسك بتصرف كتير قوي، لو أنت من الناس اللي هي بتحب دايما تجدد في نفسها وفي شيكتها وفي لبسها ودايما بيشتري أنضف حاجة وأغلى حاجة، فهتلاقي نفسك أن أنت بتدفع فلوس كتيرة جدا راحة في الهوا من مرتبك، ما بالك بقى اللي هو ما بيشتغلش، انت واخد بالك؟
فهتلاقي نفسك بتصرف كتير قوي. لو اشتريت عربية مثلا بتدفع تأمين للسيارة بتاعتك بتدفعه سنوي، فبتبص تلاقي نفسك بتدفع مصاريف كتير، علاوة على بنزين العربية، علاوة على زيت العربية، علاوة على أعطال العربية أو صيانة السيارة. كل دي مصاريف وعبء على كتافك انت، واخد بالك، ما تستهونش بيها، وانت مرتبك يدوب مكفيك يدوب عيشة، انت فاهم. فقصة يا جماعة بتتأسس للناس المتغربين ان هو شغال 24 ساعة في اليوم على مدار السنين حياته كلها. لا، الكلام ده مش مظبوط. المغترب ده بياخد اجازات، احيانا بيجي اعياد قومية بياخدها. وهنا يا جماعة عاوز اقولك على حاجة عرفتها مؤخرا، البوزة اللي هي بتاخدها او الراحة، الراحة دي بتبقى اساسا مخصومة من المرتب بتاعك. تصور والله العظيم في بعض الاماكن البوزة دي اللي انت بتاخدها تشرب فيها سجارة، تشرب فيها كوباية قهوة، تاكل لقمة، معرفش ايه، بيخصموها منك، بيحسبوا لك بس صافي ساعات العمل. فهمت؟ يعني في قوانين وقوانين غبية، والناس متقبلها على فكرة، والناس عادي عايشة ومتقبلة هذا الوضع بمنتهى الراحة. فانت يا حبيبي بجد بقولها لك تاني وتالت ورابع، يا بختك بجد يا اللي ما تغربتش، ما دقتش هذه الدول ونظافة هذه الدول وراحة بال هذه الدول، وإن حياتك تبقى مستقرة في هذه الدول، يا بختك. لأنك لو رجعت على بلدك وقررت إن أنت ترجع بلدك هتلاقي نفسك تعبت جدا. لو أنت عندك أولاد مثلا، أولادك دول عشان ترجعهم بلدك لازم تدخلهم مدارس خاصة. المدارس الخاصة النهاردة في دولنا العربية بتتكلف كتير قوي، مدرسين يعلموا ولادك مثلا اللغة العربية برضو بتتكلف كتير، هتلاقي نفسك بتخش في دوامات، علاوة على إنك أنت كنت واخد على مستوى معين من العمل او نظام في العمل، لما بترجع بلدك بتلاقي هذا النظام اتغير، في حياتك بتنقلب رأسا على عقب. ولذلك لما قامت الحرب الروسية الأوكرانية كان ممكن اروح بلدي على فكرة، والحمد لله رب العالمين عندي شقتي في بلدي وعندي اهلي، ولكن انا حسبتها من هذا الجانب اللي انا بحكي لك عنه، الشغل، الدراسة، نظام الحياة، معرفش ايه. بص العربية اللي ماشية دي طابور، عربية اسعاف اهي، بص بتاع دون، عفوا عربية مطافي، وقالت عربية واحدة، دي عربيات كتيرة اوي. بص الراجل ركن بسرعة على جنب عشان يعديها، مفيش حاجة اسمها يتنح وهي تفضل ماشية مستنياه، لا الطريق بص يفضلها يعني. بص ورانا هتشوف، بص العربية اهي هتقف دلوقتي، حاجة من الاتنين هتضرب سرينة يا متن، هي شايفة ان طريق قدامها في عربية زميلتها مثلا يعني. المهم ما علينا، الحاجات دي بيوسعوا لها الطريق، ولعلمك ممنوع العربيات تمشي هنا الا لسكان هذا الحي، لكن واحد داخل مثلا هيتفسح فهيركن العربيه بتاعته هنا في وسط البلد مش هيلاقي ركنه وممنوع. وعلاوه على الناس اللي هي بتشتغل ديليفري برضو ممكن تخش بعربياتها، يعني في بعض السماحات في القيود بتاعه القوانين اللي هم حاطينها هنا، فبيسمحوا ببعض الاشياء ان هي تخش. واحد مريض مثلا بيسمحوا له، لكن لو جه البوليس ولقاك مثلا داخل هنا بيكلمك الاول، لو اتكررت منك اصلا هو بيبقوا عارفين بيعاقبوك. فانت عشان ما تدخلش نفسك في حيس اوبيس فحاول ان انت ما تخشش بعربيتك وسط البلد، حاول تركنها بره. المهم دي حاجات من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا في يومنا هذا ومجتمعنا هذا. اتمنى بقى فيديو اليوم تكونوا استفدتوا منه شيء. صباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم كله الرزق. أشوفكم على خير، سلام.